بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للمحاضرة السابقة المتعلقة بمادة أصول المحاكمات، طبعا في هذه المحاضرة الثالثة من الأسبوع الثالث سوف نتحدث عن ترقية القضاة. طبعا ترقية القاضي تتم وفق قاعدتين، القاعدة الأولى الأقدمية والثانية الكفاءة. طبعا حيث يتم الترقية بتنسيب من مجلس القضاء وقرار من رئيس السلطة كما سبق وأن ذكرنا، ويجب أن تخبر دائرة التفتيش من خلال رئيسها عن دور القضاة في الترقية وما لا تشملهم الترقية، ويجب إخبارهم في هذا الإخبار خلال 15 يوما، ويكون لمن تم تخطيه التظلم خلال 15 يوما على أن يتم عرضه على مجلس القضاء زي ما قلنا خلال 15 يوما، ويتم الفصل فيه بعد الاطلاع ويصدر قرار المجلس ويتم إشعار القاضي المتظلم عن طريق كتاب مسجل بعلم الوصول. أما فيما يتعلق بالعطل والإجازات التي يتمتع بها القاضي أو التي تكون من ضمن حقوقه، أولا طبعا منح القانون عطلة قضائية تبدأ كل عام من منتصف شهر 7 وتنتهي بنهاية شهر 8، تستمر المحاكم خلالها في النظر في الأمور المستعجلة التي يحددها مجلس القضاء ويحدث نوعيتها طبعا مجلس القضاء. إذن عطلة المحاكم زي ما قلنا تبدأ من منتصف شهر 7 وتنتهي بنهاية شهر 8، أي شهر ونص، إلا أنه طبعا في القضايا المستعجلة يحدد مجلس القضاء الأعلى نوعية هذه القضايا التي يتم العمل خلالها من قبل قاضي الأمور المستعجلة. كذلك منح القانون للقاضي مجموعة من الإجازات، وذلك على النحو الآتي أسوة بباقي موظفين الدولة. طبعا أول شيء من حقه إجازة سنوية مدفوعة الأجر ألا تزيد عن 35 يوما، ثانيا إجازة عارضة براتب كامل لمدة 10 أيام لا تزيد عن 10 أيام، كذلك من حق القاضي أخذ إجازة مرضية كل 3 سنوات تنقضي في الخدمة بحيث تمنح بقرار من لجنة الطبية لمدة 3 شهور، طبعا عن طريق ما يطلق عليه الكوميسيون الطبي، وذلك براتب كامل لمدة 6 أشهر وبراتب 75% ولمدة 6 أشهر أخرى، وبعد ذلك 50% إلا إذا تجاوز القاضي سن 50 فيتقاضى راتب بنسبة 75% ولمدة 3 شهور أخرى بدون راتب إذا قررت اللجنة الطبية احتمال شفائه. طبعا ويكون لمجلس القضاء زيادة المدة 6 أشهر أخرى دون راتب إذا كان القاضي يحتاج لشفائه علاجا طويلا وفق ما تقرره اللجنة الطبية. ولرئيس المجلس بعد مراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها أن يقرر المدة التي يحصل فيها القاضي على إجازة مرضية براتب منخفض، كما يجوز له أن يقرر منحه تلك الإجازة براتب كامل. وللقاضي الحق أيضا في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان رصيده منها يسمح بذلك. كذلك يتوجب على القاضي المريض أن يبلغ
مجلس القضاء الأعلى عن مرضه خلال 24 ساعة طبعا من تخلفه عن العمل، ما لم يكن هناك عذرا قهريا أو قوة قاهرة تؤول دون التبليغ. هذا لا يمنع أن يحصل القاضي على إجازة مرضية لمدة 3 أيام من طبيب تابع لوزارة الصحة، ويجوز تمديدها لمدة 3 أيام أخرى بناء على تقرير يصدر عن طبيب أخصائي تابع للوزارة. أما فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعاني منها القاضي والتي يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة بناء على موافقة اللجنة الطبية المختصة، منح إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى ممارسة أعماله، وليس للقاضي المريض العودة لعمله إذا رغب في إنهاء إجازته المرضية إلا بعد موافقة اللجنة الطبية المختصة التي تشير إلى أنه يستطيع أن يستلم زمام أموره وعمله. ويعتبر التمارض الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة إخلالا بواجب القاضي يخضع فيه لمسؤولية يعاقب عليها قانونا. كذلك للقاضي حق الحصول على إجازة دراسية، وذلك بقرار من رئيس مجلس القضاء بناء على طلب القاضي الذي أمضى 2 سنين في الخدمة، وتكون الإجازة الدراسة لمدة 1 سنة قابلة للتجديد سنويا بحد أقصى 4 سنوات على أن تكون الإجازة بدون راتب. كذلك من حق القاضي الحصول على إجازة بدون راتب، بمعنى أنه يستطيع أن يحصل على إجازة من أجل مرافقة زوجته التي ترغب في السفر للخارج للعمل أو الدراسة، والذي لا تقل مدة سفره عن 6 أشهر، على أن لا تتجاوز الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، حيث يجوز للمجلس منح هذه الإجازة للأسباب التي يبديها القاضي والتي يقدرها المجلس، على ألا يستحق القاضي علاوة عن المدة التي قضاها في الخارج ولا تحسب من أقدميته. كذلك من حق القاضية أن تحصل على إجازة الأمومة الحامل براتب كامل لمدة 10 أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده، ولها الحق في إجازة بدون راتب لمدة 1 عام لرعاية طفلها. كذلك من حق القاضي أن يحصل على إجازة للحج وتمنح لمرة كاملة لمرة واحدة براتب كامل لمدة 30 يوما. وأيضا من حق القاضي كذلك الراتب والمعاش، وبحسب ووفق الجداول التي يبينها القانون، مضافا إليها جميع العلاوات الإدارية والاجتماعية وبدل الانتقال وعلاوة غلاء المعيشة. وببلوغ القاضي 70 يسوى مع معاشه ومكافأته على أساس آخر راتب تقاضى. أما فيما يتعلق بواجبات القاضي ومسؤوليته فسوف نشير إليها على التوالي. أولا واجبات القاضي، طبعا يجب على القاضي فور توليه منصب القضاء أن يقرر ما بذمته، أن يتقدم بإقرار ما بذمته المالية وما يملك وما في ذم زوجته وأولاده القصر. طبعا يعتبر على إثر عقد تعيينه يتم تقديم إقرار إلى رئيس المحكمة العليا بالذمة المالية، الذمة المالية المقصود بها ممتلكاته سواء عقارات أو منقولات أو شركات إلى ما غير ذلك به،
ولزوجته وأولاده القصة، متضمنا بيانا تفصيليا عن كل ما ينقل زي ما قلنا من منقولات وعقارات وسندات وما عليهم من ديون. ويجب أن يحفظ رئيس المحكمة سريتها، ولا يجوز الاطلاع الغير عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء واللزوم. كذلك عدم القيام بيشترط على القاضي، أو يشترط القانون على القاضي عدم القيام بالأعمال التجارية، بحيث لا يجوز له العمل بما لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. وللمجلس الأعلى منح القاضي من من يمنع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وكرامتها وحسن أدائها، عدا التدريس في كليات الحقوق والمعاهد القضائية. إذا استثنى القانون للقاضي أن يعمل اللي هو في اللي هو الجامعات والمعاهد القضائية بما لا يتعارض مع طبيعة عمله. كذلك يستوجب على القاضي عدم الإفشاء بأسرار الخصوم وعدم إطلاع الغير عليه، كما يجب أن تكون المداولة سرية، وأن يكون ما يدور في تلك المداولة اللي هو سريا، وخاصة إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاضي. كذلك يمنع القاضي من ممارسة أي عمل سياسي أو حزبي أو الترشح للانتخابات، وذلك لإبعاد القاضي عن الشبهات. كذلك يحظر على القاضي العمل بأي وظيفة تفقده استقلاله وهيبته وثقة الناس فيه ونزاهته. ومن هذه المظاهر عدم السماح اللي هو للموظفين معهم بخرق العدالة، وذلك عن طريق قبول هدايا أو أي شيء من هذا النوع. بمعنى حتى العاملين مع القاضي يجب أن يكونوا حذرين في التعامل مع الجمهور، ليعطي هيبة للقضاء وللمحاكم داخل فلسطين. وكذلك يجب أن يكون سلوك يعزز أمانته واستقامته وترفعه عن الشبهات، وكذلك القيام بأعماله دون تحيز مع أحد، والتقيد بمواعيد الجلسات، وكذلك عدم استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية، وكذلك تقييد علاقاته مع المحامين أو غيرهم ممن يمارسون أعمالا بصورة دائمة في المحاكم، وذلك من أجل درء الشبهات والتأثير عليه. كذلك عدم الإبداء أي آراء أو تعليقات حول القضايا التي ينظرها سواء في المجالس الخاصة أو في العامة، بما لا يجوز له أن يتحدث عن القضايا التي ينظرها أمام أي شخص أو أي طرف. كذلك اختيار ألفاظ الطبيبة عند الحديث مع المراجعين والخصوم بما لا يليق بالقاضي وهيبته وسمعته وأخلاقه. وبالتالي هذه هي واجباته. أما عن المسؤوليات التي تقع على عاتقه فهي تكون على النحو التالي. طبعا تعتبر مسؤولية القاضي عند قيامه بأفعاله وتصرفات يكون متحملا بنتائجها، أي تصرف يصدر عن القاضي يكون متحملا لنتائجه، وتختلف مسؤولية القاضي بحسب مجالها أو نطاقها. فقد تكون مسؤولية أدبية نتيجة مخالفة واجب أدبي، أو مسؤولية قانونية نتيجة لمخالفة التزام قانوني. وعليه لا بد من التمييز بين خطأ القاضي فيما يتعلق بعمله الوظيفي، وبين عمله كشخص ومواطن في الدولة، وبين خطأ مرفق القضاء. إذا الخطأ الشخصي للقاضي هو ذلك الخطأ
الناجب عن قيام القاضي بارتكاب فعل يعد انحرافا عن سلوك القاضي المعتاد، سواء كان بقصد أو غير ذلك يجرمه القانون أم يعتبر مخالفة مدنية. ويمكن اعتبار الخطأ شخصيا إذا كشف التصرف عن نزوة شخصية أو عن نية القاضي في الأذى، وهو يبين أن نشاط القاضي بميله سبب شخصي يمليه سبب شخصي غير وظيفي، كما يعتبر خطأ شخصي إذا كان يهدف إلى كسب مالي أو انتقام من شخص من قبل الذين يتقاضوا أمامه. وكذلك أما عن المسؤولية الأخرى وهي الخطأ المرفقي أو المصلحي، ويظهر هذا الخطأ بأساليب مختلفة، إذ يمكن أن يحدث بسبب التنظيم السيء لمرفأ القضاء، كأن يعهد للمحكمة تنظيم وحفظ ملفات القضايا لعدم القيام أو التلف، الأمر الذي يؤدي إلى ضياعه أو تلفها نتيجة لعدم توافر ملفات جيدة أو لسوء حفظها من قبل الموظفين المعينين لهذا الأمر. وقد يحدث نتيجة الخطأ المرفقي نتيجة التسيير السيء لهذا المرفأ الناتج عن عدم كفاءة الموظفين أو عدم وجود إدارة جيدة تقوم بهذا العمل. هذا طبعا، وتختلف شروط كل نوع من المسؤولية حسب طبيعة الأحوال. فمثلا المسؤولية الشخصية للقاضي تخضع لنوعين مختلفين من القواعد. طبعا معروف أن القانون المدني والقانون الجنائي فيما يتعلق بقواعد القانون المدني، وتطبق في حالة كون فعل القاضي صدر منه باعتباره شخصا عاديا خارج مهمة القضاء ولسبب من أسبابها. الثانية قواعد مسؤولية القاضي الخاصة بكون القاضي وقع خطأ منه أثناء عمله أو بسبب قيامه بأداء وظيفته. طبعا معروف يا إخوان أن القاضي كما سبق وأن قلنا أنه إحنا القاضي يعتبر شخص عادي يخضع للقانون المدني إذا صدر منه عمل، مثلا قيامه بإصدام شخص معين أو نتيجة مسؤوليته أنه أصبح مديدا نتيجة لقرض حصل عليه من إنسان عادي، أو نتيجة مثلا اللي هو إيش إبرام عقد مقاولة مع بناء ولم يقم بتسديد ما عليه من التزامات، ففي هذه الحالة يخضع لقواعد القانون المدني. أما فيما يتعلق بالمسؤولية الإدارية أو المرفقية تقوم على أساس وجود ضرر أكيد مباشر مشروع، ويتم الإعفاء من المسؤولية إذا حدث الضرر بفعل المضرور أو بفعل الغير أو بسبب أجنبي أو لقوة قاهرة أو ظروف طارئة. ومن المعلوم أن القاضي عليه التزامات وواجبات عامة، كما أن المنصب القضائي الذي يشغله تهدف إلى ضمان دقة العمل والنزاهة وشرف المهنة، وعليه يجب أن يبذل عناية كافية لتجنب الأخطاء. وهنا تجدر الإشارة أن مساءلة القضاء تختلف عن مساءلة أعضاء الهيئة التشريعية والتنفيذية، وذلك لملائمة مقتضيات استقلال القضاء، وهذا الأمر يتطلب تطبيق نطاق المسؤولية المدنية عن الأخطاء التي تقع من القضاء منهم أثناء تأدية أعمالهم، إلا أن هذه الحصانة لا تؤخذ على إطلاقها، إذ يحق للدولة من خلال الجهات المختصة مساءلة القاضي تأديبيا، وذلك عن الأفعال التي تقع منه نتيجة لتقصير أو إهمال وقد تقع منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم. كما يتعرض القاضي للمساءلة والملاحقة الجزائية، وخاصة إذا ارتكب أعمالا مجردة اللي هو حسب
القانون، له طبعا اللي طبق عليه قانون العقوبات، كما يجوز مطالبته بالتعويض بناء على مخاصمة مدنية كذلك. وبالتالي تنقسم مسؤولية القاضي على النحو الآتي: عنده المسؤولية الأولى تأديبية، ومسؤولة جزائية، ومسؤولية مدنية. إذن هناك ثلاث مسؤوليات يخضع لها القاضي إذا شذ أو خالف القانون أو وقع منه أخطاء. وبالتالي سوف نبدأ باللي هي المساءلة التأديبية. يتحمل كل قاضي أثناء تأديته لعمله تبعت أي فعل أو امتناع يصدر عنه من شأنه أن يخل بواجباته المهنية، أو يسيء إلى كرامته الشخصية، أو كرامة القضاء، أو مخالفة القانون، أو حتى مخالفة النظام. مثال ذلك الأفعال التي قد تؤدي إلى المساءلة التأديبية: قيام القاضي بنشر معلومات أو إفشاء أسرار أو مداولات، أو ممارسة العمل السياسي أو أعمال التجارة، أو الانقطاع عن عمله بدون مبرر قانوني، أو تأجيل القضايا بدون عذر، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل القضاء في القضايا، وغيرها من المسائل التي نص عليها القانون صراحة على حظر القيام بها. هذا وقد تركت الجرائم التأديبية دون حصر، وبالتالي يدخل في نطاقها كل ما من شأنه المس بسلوك الموظف وواجباته الوظيفية أو الأوامر الصادرة إليه. إذن يخضع القاضي إلى المساءلة التأديبية إذا خالف الأمور التي ذكرناها على سبيل المثال، والمخالفات كثيرة، كل ما يعد مخالفة يخضع القاضي إلى اللي هو سلطة أو تقديمه إلى سلطة تأديبية لأخذ المقتضى القانوني بحقه. أما عن الجهة المختصة بتأديب القضاء: ألف رئيس المحكمة، لرئيس محكمة كل محكمة الإشراف على القضاء العاملين بها وعلى سير العمل، ولرئيس المحكمة الحق في تنبيه القاضي إلى ما يقع منه من مخالفات لواجباته، ويكون التنبيه إما شفاهة أو كتابة، فإن كان كتابة كان للقاضي الاعتراض على هذا التنبيه خلال 15 يوما من تبليغه إلى دائرة التفتيش، والتي بدورها تعرض هذا التظلم على المجلس الأعلى للقضاء خلال 15 يوما من تاريخ وصوله إليها، والذي يفصل في الاعتراض إما برفضه أو باعتبار التنبيه كأن لم يكن. فإن تكررت المخالفة أو استمرت صورة التنبيه نهائيا رفعت ضد المجلس الدعوى التأديبية. مجلس التأديب، طبعا مجلس التأديب يكون تأديب القضاء بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب، يتم تشكيله من أقدم 2 من قضاة المحكمة العليا وأقدم قاضي من قضاة محكمة الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعند غياب أحد الأعضاء يحل محله الأقدم فالأقدم وذلك على التوالي، ويتولى رئاسة المجلس أقدم أعضائه الحاضرين من المحكمة العليا، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة في الدعوى التأديبية المرفوعة. أما عن الإجراءات التي تتخذ أمام مجلس التأديب، يتم ذلك من خلال دعوة تقام على القاضي من قبل النائب العام بناء على طلب من وزير العدل أو من رئيس المحكمة العليا أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، وبالتالي لا يجوز إقامة الدعوة التأديبية إلا بناء على تحقيق جنائي أو تحقيق يجريه أحد قضاة المحكمة العليا يتم انتدابه من قبل رئيسها أو لذلك من تلقاء نفسه
أو بناء على طلب من وزير العدل أو النائب العام أو من رئيس المحكمة التي يتبعها. كذلك يكون للقاضي المنتدب للتحقيق صلاحية المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذي يرى في سماعهم فائدة، ويجب أن يراعى عند التحقيق الأصول القانونية الواجب مراعاتها والأخذ بها كدعوة القاضي وسؤاله ومواجهته بالتهم التهم المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه كتابة أو شفاهة. ويجب أن ينيب أحد القضاة أو المحامين في الدفاع عنه وغيرها من الضمانات التي تقام بموجبها الدعوى التأديبية، وذلك من خلال عريضة تودع لدى سكرتارية مجلس التأديب تشتمل على التهمة التي انتهت إليها التحقيق. فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في الإجراءات أمر بتكليف القاضي بالحضور في الموعد الذي يحدده مجلس التأديب، ويجب أن يشتمل التكليف على بيان كافة الموضوع المتعلق بالدعوى التأديبية وأدلة الإتهام، وتسلم للقاضي بناء على طلبه وبغير رسوم صورة من أوراق الدعوى قبل الجلسة بأسبوع على الأقل. ويجوز لمجلس التأديب وقف القاضي عن مباشرة أعماله حتى انتهاء المحاكمة، وله أن يعيد النظر في قرار الوقف في أي وقت، ولا يترتب على وقف القاضي أي أثر على مرتبه طول مدة الوقف إلا إذا أمر أو قرر مجلس التأديب ذلك. وأيضا لمجلس التأديب أن يستوفي كل ما يراه من نقص في التحقيقات أو أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك. كذلك يجب أن تكون جلسات المحكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب القاضي المحال للمحاكمة علانيتها، وله أن يجيب زي ما قلنا أحد القضاة أو المحامين للمرافعة والمدافع عنه. وإذا لم يحضر أو ينيب أحد عنه جاز المجلس أن يحكم بغيابه بعد التحقق من صحة إعلانه. طبعا يمثل الادعاء أمام مجلس التأديب النائب العام أو أحد مساعديه، ويصدر مجلس التأديب قراره سماع طلبات الادعاء والدفاع، ويجب تسبيب القرار الذي بني عليه الحكم والتي تكون سرية على غرار الجلسات العادية، إلا أن الفرق بينهما أنها تكون جميعها سرية، ويكون للقاضي أو النائب العام حق الطعن على الحكم خلال 15 يوما من تاريخ النطق به إلى دائرة التفتيش القضائي والتي يتعين عليها عرض هذا الاستئناف على المجلس الأعلى للقضاء خلال 5 أيام من تاريخ وصوله إليها. ولمجلس القضاء توقيع عقوبة التنبيه سواء اللوم والعزل، وكذلك يتولى مجلس القضاء الأعلى تنفيذ القرارات التأديبية بعد أن تصبح نهائية. وبالتالي فإذا كان القرار بالعزل اعتبر القاضي في إجازة حتمية من تاريخ صدور القرار حتى متى كان نهائيا، وذلك من خلال مرسوم يصدر من رئيس السلطة، ويعتبر العزل نافذا من تاريخ صدور قرار الرئيس، مع احتفاظ القاضي بحقوقه من معاش ومكافأة ما لم يتضمن القرار الصادر عن محكمة التأديب غير ذلك هذا. وتنتهي الدعوة التأديبية بإحالته للمعاش أو باستقالته أثناء الإجراءات التأديبية، ولا تأثير للدعوة التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها. وبهذا نكتفي بهذه المحاضرة، وإن شاء الله سوف نتحدث عن مساءلة القاضي جنائيا وإن شاء الله مدنيا. وبهذا نكون قد أكملنا هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.